والآن مشاهدينا وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال. أرحب بزميلي مصطفى ميزار، معه أخبار الاقتصاد والتفاصيل بالتأكيد. تفضل ميزار. مساء الخير، شكرا جزيلا نهى توفيق، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك في القاهرة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري برئاسة وزير البترول طارق الملا. هذا وقد أوضح الوزير أن انعقاد الاجتماع في هذا العام في مصر يأتي في ظل رئاستها للمجلس الوزاري للمنتدى لعام 22. كما أكد الوزير طارق الملا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بناء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي الهام للغاز الطبيعي في مرحلة التحول للطاقة باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرا موفرا للطاقة وبتكلفة ملائمة. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1627 دولار و20 سنتا للأوقية الواحدة. أما محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 948 جنيه. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1108 جنيهات، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1268 جنيه. وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، وبددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الإنتاج. وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 91 دولار و22 سنتا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9% إلى 83 دولار و77 سنتا للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.46 دولارات للتر، وذلك في المقابل فقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 7.22% لتسجل 4.96 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اختتمت الأسهم في أبوظبي تداولات على تراجع مقتفي أثر الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى دخول الاقتصادات الكبرى في ركود. وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.2%. أما في دبي فقد اختتم المؤشر الرئيسي التداولات على استقرار بعد جلسة متقلبة. في وول ستريت تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية خلال التعاملات بسبب عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 14%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز ب 24%. كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع ب 37%. تراجع الجنيه الاسترليني مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها المسؤولية ومنصبها، بينما سجل الين الياباني أدنى مستوى له والآخر في 32 عاما. وانخفض الاسترليني بنسبة 21% إلى 1.12 دولار، وهبط اليورو ب 0.5% إلى 97 دولار بعد أن اقتفى أثر الاسترليني. في الوقت ذاته سجل الين الياباني في أحدث تداول له 150.20 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عاما. وتراجع الين هو الآخر بنحو 1% في هذا الأسبوع، كما يتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.